بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الوحدة الستة للصف الثاني الإعدادي، جابتها من كتاب الورك بوك زي ما طلبته. طبعا أول جملة بيقول لي بليز تيك يور نقط هوم، دونت ليف ات ات ذا بارك أو إن ذا بارك، بيقول لي خدي الحاجة بتاعتك دي معاك البيت، ما تسيبهاش في الحديقة. طبعا هو اختار رابش اللي هي القمامة، علشان ما نلوثش الأماكن الخارجية يبقى لازم نختار رابش. رقم اتنين بيقول لي it was raining four days، بتمطر بقالها كتير. And then there was a كذا، وكان في كذا. So people use boots to leave their houses. طبعا هو بيقول لي الدنيا كانت بتمطر لمدة وقت كتير، بعد كده كان في كذا، عشان كده الناس استخدمت المراكب علشان تروح البيت بتاعها. يبقى يا ترى كان في ايه من الحاجات اللي فوق دي؟ طبعا كان في فيضان، طالما بتمطر بقالها كتير يبقى كده الموضوع ايه، خرج عن الحد وفي فيضان، عشان كده الناس استخدمت المراكب عشان توصل بيوتها. يبقى هنا هناخد ايه، فلاد اللي هي فيضان. طيب there are a lot of cars، في عربيات كتيرة في المدينة. So the كذا is very bad، ايه بقى اللي very bad؟ طالما في عربيات كتير يبقى ايه الحاجة اللي هتبقى وحشة في المدينة في الوقت ده؟ اكيد هتبقى ال air pollution اللي هو تلوث الهواء. تلوث الهواء ده هيبقى صعب جدا لان العربيات كتيرة، يبقى هيعمل لنا تلوث، يبقى هيبقى ال air pollution تلوث الهواء. There was no rain، ما كانش في مطر لمدة 4 شهور في الشتاء. So now there is a كذا، طالما ما كانش في مطر بقى يبقى في جفاف. انت لو في مطر كتير يبقى ده فيضان، طب ما فيش مطر خالص لا يبقى ده حاجة اسمها دروت اللي هو ايه، الجفاف، تدي معنى الجفاف يعني. طيب بعدين not many fish live in the river، مش سمك كتير بيعيش في النهر. because it's very كذا، طالما ما فيش سمك بيعيش في النهر يبقى النهر ده ماله، ده polluted ملوث، يبقى النهر ده فيه تلوث عشان كده السمك ما بيعيش فيه. طيب بايكس، الدراجات اللي احنا شايفينها في الصورة دي تعتبر كذا من وسائل المواصلات لانها ما بتستخدمش وقود، تعتبر جرين. حد هيقول لي جرين يعني اخضر، اقول له صح، بس احنا هنا بقى هنستخدم كلمة جرين بمعنى ملائم للبيئة، يعني حاجة ايه، حاجة متمشية مع البيئة ما بتلوثهاش. تمام. السؤال التاني بيتكلم عن اللانجوج الجرامر، يعني بيكون من قاعدة زائد اي ار والصفة بنزود لها اي ار عشان نعمل مقارنة. يعني على سبيل المثال انت لو عندك كلمة طول، كلنا عارفين طول يعني طويل صح؟ طيب ماشي، انا عايز اقول بقى فلان اطول من فلان، اروح مزود لها اي ار واجيب بعدها كلمة زان، يبقى تولر زان، اطول من. هو ده اللي حصل في الجملة الاولى اللي هو حلها لي، وهنا بيقول لي صحح الخطأ، استخدم كلمة هاي جبل عالي، فعاوز يقول جبل كثرين اعلى من جبل مثلا جبل موسى على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام سيدنا موسى طبعا. فطبعا هنا بقى ايه، كلمة هاي هنا ما زود لهاش اي ار وجاب بعدها زين اللي احنا بنتكلم عليها، يبقى في الحالة دي عشان اصححها لازم ازود لها اي ار وتبقى ايه، هاير بنفس الطريقة. طيب is your cousin more old than، كلمة more old دي غلط لان old صفة قصيرة، ما تاخدش مور قبلها، امال الحل ايه؟ الحل ان انا امسك اولد دي واضيف لها اي ار، يبقى الحل اولدر ذان، يبقى الحل ايه؟ اولدر وذان موجوده. تمام. طيب النيو فون، التليفون الجديد ده مور باد، كلمه باد دي معناها سيء، عشان اخليها برضو مقارنه عشان ذان كلكم هتقولوا لي ايه، بدر، ان انا احط لها اي ار، هقول لك لا غلط مش هتبقى بدر. ليه يا عمي، ما انت لسه بتقول القاعده كده ان انا بحط لها اي ار، قال لي لا دي شاذه، والشذوذ بتاعها بيتحول لكلمه جديده اسمها وورس يعني اسوأ، يبقى دي حاله ايه، حاله شاذه. تمام. طيب هنا ما اعتقد ان النهر اكثر تلوثا، it was the last year، more polluted، بس لا احنا لازم نحط هنا كده زان، احنا متفقين طالما عندنا مقارنة يبقى لازم نحط مين، زان، يبقى هنا more polluted زان.
which is more far. نفس الكلام بالنسبة لفار. هنا بقى طالما جت قبلها مور يبقى صيغة مقارنة من الصفات الطويلة، هخليها far sir علشان شاذة برضو، علشان شاذة. تمام. هنا بقى جايب لي موبايلين وعايزني اعمل مقارنة بين الموبايلين دول، الموبايل ده اغلى من ده، والموبايل ده اكبر من ده، وده اجدد من ده، وده اقدم من ده كده. يعني دي حاجة سهلة ممكن تعملوها. هنا بقى عاوزني اعمل توصيل كل كلمة بالكلمة اللي قريبة منها. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاير، طبعا هو وصلها بسي عشان تبقى الاير بلوشن، تلوث الهواء. تاني واحدة بار، طبعا بار تشارت اللي هي اللوحة اللي بتكتب عليها اللي زي ما انتم شايفين كده، بنعمل محور الصادات ومحور السينات اللي انتم بتعملوه في الرياضة، هيتعمل في الوحدة الثالثة في الانجليزي، فعشان كده اسمها بار تشارت على بعضيها. كلايمت، طبعا اكيد كلايمت هتبقى كلايمت تشينج، هتبقى بي اللي هي تغير المناخ. ولاين جراف بقى اللي هو ايه، اللي هي نوصلها بالاولى، اللي هو الرسم التوضيحي اللي بيوضح لي الداتا او البيانات اللي بتبقى معمولة عندي. طيب هنا بقى عاوز هو بقى ايه، يكمل الجمل دي بتصحيح الفعل زي كده: السعودية ليست يعني ليست الجو فيها رطب زي الأردن. تمام. بناء على الحاجات اللي موجودة عندي هنا، ادي السعودية هي، وادي الأردن اهو، ودي نسبة الرطوبة بقى. تمام. طيب هنا عراق ونقط الأردن، العراق بقى ايه بقى نسبتها في الأردن؟ طبعا الأردن بصوا نسبة الرطوبة بتاعتها يعني هنا اعلى، يبقى انا هستخدم as بقى، هقول له is not as is not dry، الكلام كله على نسبة الجفاف، is not dry as Jordan. ليست ايه زيها زي الايه، زي الاردن. طيب مصر والسعودية، ادي مصر اهي، ادي النسبة، وادي السعودية اللي هي تعتبر اعلى من مصر شوية في النسبة. فانا هقول له ايه بقى، نسبة الجفاف لما اجي اقرأ الرقم بتاع مصر هنا 20 اهو، تمام، هنا كله الكل 20، يبقى هما الاتنين نسبتهم واحدة، يبقى as dry as، as dry as هي زيها زي ايه، لو رجعنا للفوق اهو هنا هلاقي السعودية زي مصر اهو في نسبة الجفاف هنا اهو، اهو دي 50 ودي 50، يبقى as يبقى هعمل مساواة بقى. تمام. يبقى ايجيبت اروح مديلها از طبعا اللي هي يكون، بعدين از، واجيب كلمة دراي اللي هي الصفة، بعدين از التانية، ماشي. بعدين العراق بقى عاوز يقول لي درجة السخونية بتاعتها مش زي السعودية، يبقى هنقول له is not as hot as، is not as، يبقى في الاول هناخد از، بعدين ننفي not as، ونجيب hot اللي هي الصفة as السعودية. طيب ليه كده؟ تعال نشوف العراق ونشوف السعودية. ادي العراق اهي، وشوف السعودية اعلى ازاي، يبقى مش قد بعض خالص، صح؟ وهو بدأ بالعراق، يبقى انا عايز اقول العراق اقل منها يعني. طب هنا بدأ بمصر مقارنة بالاردن، ادي مصر اهو، وادي الاردن اهو، تمام. طيب هما الاتنين ايه، هما الاتنين تحس ان هما قد بعض، يبقى as hot as، يبقى نسبة الحر واحدة، يبقى Egypt is، واروح جايب ايه، as hot as Jordan. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى، بيقول لي ايه، بيقول لي وصل لي برضو. فالتوصيل ده مهم جدا وبيجي عند طلبة الازهر في الامتحانات. فبيقول لي a train is not as، القطار ليس وصلها بسي، هو مش سريع زي الطيارة. طيب ماشي، عايزين احنا بقى نستخدم الكلام ده. وهنا نسمة بتكتب in English as ايه بقى، طبعا هنوصلها بدي as carefully as she speaks it، لانها بتتكلمه بعناية، هنوصلها بدي. بعدين the drought، الجفاف اللي موجود السنة دي، is not as he likes playing computer games. فبيقول لي طبعا ان الجفاف السنة دي is not as dangerous، يعني ما كانش خطير زي السنة اللي فاتت، فهاخدها بإي طبعا، هوصلها بالاخيرة دي. بعدين the football player، لعب الكرة لعيب الكورة are not playing as، ما بيلعبوش as well as زي ما كانوا كويسين الاسبوع الماضي، يبقى اخدها بالاولى اللي هي A. تمام. بعدين تامر بيحب reading، بيحب القراءة as much as، ما قعدش الا واحدة اللي هي B، as he likes playing، بيحبها زي ما بيحب لعب الكمبيوتر games. ماشي. طيب ماشي، نيجي بعد كده
نشوف هنا رايتنج بيقول لي اكتب كويشن بفول كويشن، عاوز نكتب اسئله يعني. انسر ذا كويشن، رايت فول سنتس، اكتب جمله كامله. هو از از تول از يو ان ذا كلاس، مين طويل زيك في الفصل؟ طبعا انت ممكن تقول ايه، ممكن تقول اي حد من زمايلك، وليكن مثلا ايه، هقول علي مثلا طويل زي في الفصل، فهبدأ اقول علي، بعدين is، بعدين as tall as me، علي طويل زيه زي بالظبط مثلا يعني. هنا بيقول لي ايه، who is in your family is not as good as English as you، مين في أسرتك؟ أقول له مثلا إيه، sister، واخد الجملة زي ما هي يعني، أجيب فاعل وأروح جايب الجزء ده زي ما هو، sister is not as good English as، أهو أخد دي زي ما هي كده أحطها هنا، وأحط في الآخر مين بقى، وأحط مي في الآخر علشان بالكلام عليا أنا يعني، حولت يو لمي، تمام؟ وبكده تبقى اتحلت كل الجمل بنفس الطريقة. هنا بقى برضو توصيل، توصيل الجزء اللي هو في بداية صفحة 111، بيقول لي بقى بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانال اللي هي القناة، وصلها هو بدي، عبارة عن منطقة من المية بتمشي فيها السفن والقوارب. بعدين هنا موسك، المسجد، طبعا المسجد هعلمه على طول بكلمة بري اللي هي يصلي دي، تمام؟ يبقى مبنى احنا بنصلي فيه، يبقى هوصلها بكام؟ بسي. هنا بقى لوكيتد، لوكيتد يعني يقع، فطبعا هوصلها بان ا بارتيكولار بليس، مكان معين او موضع معين، يبقى هوصلها باي. بعدين قطن، القطن بقى نبات بيتعمل منه الكلوز الملابس، يبقى هوصلها بي بي. خلاص طيب ماشي، نيجي بقى هنا عاوزني اصرف الافعال، يبقى احنا محتاجين كتابة بقى. هنا جايب بي، الماضي منها ووز، والتصريف التالت بين. طب هنا كاتش، الماضي منها كوت، يعني نفس نظام الايه، التصريف التالت اللي عندك ده، يبقى كاتش كوت كوت، ماشي. بعدين هنا تشوز، يختار الماضي منها تشوز بس، يعني هنشيل او منها، هنقول تشوز بالشكل ده، ماشي. كات هتبقى زي ما هي، كل الاجزاء كات كات كات، التصريف التالت بتاعها كده، وهنا هنا بيحفظنا التصاريف. درانك هبدل حرف واحد اللي هو الاي، هبدله باليو، درانك، تمام. فاوند هنا هتفضل زي ما هي علشان شاذة، فاوند فاوند فاوند، فايند فاوند فاوند، ماشي. جرو بقى هتبقى التصريف التالت منها جرون. طب هو جايب ليه الحاجات دي؟ علشان تبني للمجهول، عايزني ابني للمجهول. نو يعرف، برضو التصريف التالت منها نون، يعني معروف او عرف على حسب ما احنا هنبنيها للمجهول، تمام. هنا بقى بيقول لي صحح بقى، صحح الكلام ده. هنا بقى فارمرز، الفلاحين، ار جرون، الفلاحين بيزرعوا، يعني هما بيتزرعوا، طبعا غلط، فاحنا هنخليها جرو علشان يبقى يزرع، الفلاحين يزرعوا، ماشي. الاف من السمك بيصطادوا، لا، السمك بيتم صيده، يبقى طبعا هو مفرد عشان هو لا يعد، هنحط از، وبعدين نجيب التصريف الثالث من كاتش دي، تبقى كوت، يعني يتم بايه، صيده. هنا بقى مستر طه هاز ريميمبرد فور هيز فاني ستوريز، هو لا، هو بيقول لي هو تذكر قصصه المضحكه، طبعا مش هو تذكر، ولكنه هو يتذكر، يعني اول ما نشوفه نفتكر قصصه، يبقى نجيب از ونجيب يتذكر اللي هي ريميمبر، ونضيف لها ايه، اي دي، علشان تبقى التصريف التالت. هنا اللعيبه بالناس ار بلايد فوتبول، لا، الناس مش بيلعبوا ولكن بيلعبوا، يبقى معلوم نخليها بلاي. فانت المجهول تحولها لمعلوم، والمعلوم تحولها لمجهول. الكوتن كلوزس از مي ار ميد، هو طبعا جايبها ميد، عاوز يقول لي ملابس القطنيه تصنع، لا، هي تصنع، يبقى ار ميد عشان تبقى تصريف تالت، وما بنطقش الاس بتاعت كلوز على فكره. بعدين الاف من الصور بتاعت الاهرامات ار تيكينج، لا، بدل تيكينج دي تبقى ار تيكن، يعني تلتقط، تلتقط، عشان تبقى تصريف ايه، تصريف تالت. هنا بيقول لي بقى which of these، طبعا دي صفحه 112، which of these اي من الحاجات دي ليس مثالا للحياه البريه، يعني مش تبع الحياه البريه، طبعا التشيكن اهي دي مش منهم، لكن السلحفاه منهم، والدولفين منهم، والفار برضو منهم.
which of these is not an example of tourism، مش مثال للسياحة، انك تروح البوت سياحة، انك تروح السكوبا دايفنج سياحة، تزور المعابد سياحة، تعلم الرياضة، لا السياحة ما بيجوش يتعلموا الرياضة عندنا هنا. طيب اي من ده not usually put in recycle bin، ما بيتحطش في سلة المهملات، الازايز بتتحط، الورق بيتحط، المية لا المية بتتحطش، بعدين الكنز علب الكنز بتتحط. تمام، هنا عاوزني اخد كلمات من اللي فوق واحطها تحت، هو حل الاولى. وبيقول لي هنا بقى ايه، اول حاجة الفندق هنا يقع في شاطئ جميل، and every year وكل سنة the hotel is نقط by more and more tourists، يبقى يزار، هناخد كلمة visit دي ونخليها visited، يبقى يزار الشاطئ، يزار بواسطة كثيرا من السياح، يبقى هنكتب في المكان ده visited. تمام، طيب بعدين نبدأ على رقم ثلاثة، هنا بيقول لي parts of the beach، أجزاء من الشاطئ are not to tourists، طبعا السياح بيعملوا لها ايه، are closed to tourists، يعني بتتقفل، لأن في سياح بتيجي تبوظ لنا الدنيا، فاحنا لازم نعمل ايه، نقفل الأماكن دي ليهم، بتتقفل للسياح، so that turtles، عشان كده السحاري بتبقى في مكان أمان يعني بالليل. طيب نكمل رقم أربعة، بيقول لي الكورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانية اوفن نقط باي سكوبا دايفرز، بيتلفوها دول بقى دامجد، ما بيقدروش على السحالي فبيقدروا على دي، دامجد يعني بتتلف، يتم اتلافها. تمام، بعدين الهوتيل از ناو وركينج وذ تشاريتي، شغال في ماشي، نكمل هنا من اول، ذا بوت تريب رحلة القارب از نقط تو هيلب تو بروتكت، طبعا از يوزد تستخدم، يوزد ما احنا بناخد فعل من فوق ونجيبه في التصريف الثالث، فانا خدت يوز هنا، تستخدم علشان تحمي الكولر ريفز. بعدين هنا في رقم ستة بيقول لي الزبالة بقى most of it is، الزبالة ايه اللي بيحصل فيها بقى، طبعا اكيد ريسايكلد، ريسايكلد يعني بيعاد استخدامها، بيعاد استخدامها. بعدين هنا بيقول لي الخضروات اللي في المطعم دي ار نقط اون لوكال فارمز، يبقى اكيد بتتزرع بقى، يبقى جرون، جرون الفعل الاخير اللي فوق اللي هو تزرع في الفندق. تمام، طيب دي كتابه برضو هنا بقى جايب لي تيكست، نص بيتكلم عن سلة القمامة وازاي بتتعامل معاها، فبيقول لي بقى ايه المشروع ده عن ايه، قال له عن الربش ات سكول، عن الزبالة اللي موجودة في المدرسة. طيب ايه الحل بقى في الزبالة اللي على المدرسة دي، بيقول لي والله وات دو زي هاف، يعني المفروض يبقى ايه موجود ايه في كل حجرة، كل حجرة المفروض يبقى فيها ربش بن، يعني سلة زبالة، علشان محدش يرمي في الارض وكله يرمي فين، في السلة، يبقى المفروض ان يبقى في كل حجرة سلة قمامة. هنا بقى بيقول لي what happens to the rubbish at the moment، طب الزبالة بقى ايه اللي بيحصل لها في الوقت ده، يعني كل بلاد العالم بتعمل ايه في الزبالة، طبعا collected بتجمع، هنقول له it ونحط الفعل collect يجمع، يبقى it collected تجمع in a special place، في مكان خاص كده، in a special بليز، تجمع في مكان ايه خاص، وبعدين يبداوا يعملوا لها ايه ريسايكل او اعاده استخدام. طيب تيجي هنا بقى بيقول لي السؤال الرابع وات از ذا موست رابش، معظم الزباله بقى اوف ذا رابش ان ذا بينز ميد اوف، مصنوعه من ايه بقى، طبعا بتبقى بيبر اور بلاستيك، يعني معظم الزباله اللي بيعاد استخدامها بتبقى من بيبر، ناخد كوما كده ولا شرطه ونقوله كمان ينفع مع الايه، مع البلاستيك، معظمها مع البيبر او البلاستيك. طيب what can they do with some of the rubbish، يقدروا يعملوا ايه بقى بالقمامه او بالزباله دي، هيعملوا بيها ايه، طبعا الحل الوحيد ان هم يعملوا لها اعاده استخدام، هنقول they recycle، they recycle، هم هيعيدوا ايه، هيعيدوا استخدامها. تمام، طيب هنا بقى عايزين نكمل المحادثة، وده سؤال مهم جدا وبيجي في الأزهر بجمل من فوق كده، ان انا اخد الجمل واحطها تحت، وبيجي في التربية والتعليم من غير ايه، من غير الجمل دي. فبيقول لي هنا look at the plastic water bottles، بص على ازاز البلاستيك اللي في الرابش بن دي، the نقط is that we too many of them، طبعا the problem is المشكلة ان احنا ممكن نستخدم الكثير منهم. طيب هنا بقى بيقول لي ليلى نقط stop paper using them،
هتقول بقى، هتسأل تقول ايه بقى من اللي فوق دي؟ هناخد اول واحدة، how can we، ازاي احنا نقدر، how can we stop، اللي هي طريقة الاقتراح، ازاي نوقف بقى الناس من استخدام الحاجات دي. دي بقى ردة نقط ask people to use the magazine. طبعا هتقول لها ايه بقى؟ هتقول لها why don't we، اللي هي طريقة الاقتراح، لما لا نحن نطلب من الناس ان يستخدموها مرة اخرى، فيبقى why don't we. تمام. رقم ثلاثة نقط we do that، وجاب لي علامة استفهام، يبقى هنقول له طب ازاي احنا نعمل الحاجة دي، اللي هي how could، how could we do that، ازاي نعمل الحاجة دي، how could we do that، ازاي نستخدم الحاجة دي. طبعا قالت لها نقط take home the bottles wash them، يبقى هنا بقى هتقول لها ايه، الناس تقدر تعمل الحاجة دي، people could، اللي هي دي الناس تقدر تاخد الحاجات معاها البيت وتغسلها. تمام. قالت لها ذات از نقط، طبعا الرد على الاقتراح بقى بان هي فكره جيده او فكره رائعه، ذات از ان انترستنج ايديا، انها فكره ايه، مدهشه او فكره جيده. تمام. صفحة 114 جايب بعد كده ايه، ان انا اوصل اعمل يعني توصيل، اكتب في المربعات الارقام، في نفس الوقت بقى عاوزني اصحح الكلمة اللي تحتيها خط. هو صحح الاولى دي it is وخلاها was. تمام. وهنيجي في التانية بقى، ان 2018 people producing، هنيجي هنا على كلمة producing دي ونخليها produced في الماضي. طب ليه خليتها في الماضي؟ علشان هو جايب بعديها، جايب قبلها في 2018، و2018 تدل على زمن الماضي، يبقى لازم produced. لو جينا الرقم 3 هنلاقي الكلمة اللي عايزة تتصحح اللي تحتها خط هي كلمة burn، اللي هي هيستخدموها لحرق يعني سلل الزبالة، بيقول لي not ليس فقط، اللي هي هنا دي being burn، احط تحتها خط الاول اهي. تمام. being burnet، طبعا هي تصريف تالت، تنفع burnet من غير كلام. السلام عليكم. بس هو الموضوع بقى ان احنا هنلغي ايه، هنلغي being دي، علشان being دي بتستخدم في المضارع المستمر، فهي ملهاش وجود هنا، فاحنا نقول is burnet على طول، او burned بالاي دي، يعني هنشيل دي كده. ماشي. فعشان كده هتبقى مبنية للمجهول، يعني ممكن نحط لها اي دي وممكن نسيبها بالصيغة دي، هي تنفع burned وتنفع burnet. تمام. بعدين بيقول لي نو كانتري، مفيش ولا بلد بتعيد استخدام الاشياء زي المانيا. ات ريسايكلز، ريسايكلز هنا استخدمها هو في المضارع. تمام. احنا عايزين نستخدمها في الماضي. هو هنا بتقول لي بتعمل اكتر من 56%. في سنة 1991 بقى ات ريسايكلز، اهي دي بقى اللي احنا هنخليها في الماضي. ليه؟ لان هو اداني التاريخ ده، التاريخ ده يدل على ان الحاجة حصلت في الماضي، فعشان كده لازم يبقى فين؟ في الماضي. طيب استخدم از الاولى هنا، احط لك عليها دايرة، ركز معايا، استخدم از الاولى اهي، احنا في نفس الجملة، بيقول لي as much rubbish than، اهو، فاحنا هنبدل زان دي ونخليها از، لانها مش هتنفع على الشكل ده، لازم تبقى از از زي ما احنا متفقين وشارحين. تمام. طيب نيجي هنا برضو، بيقول لي البلاستيك ارنت يوزنج، لا البلاستيك مش هيستخدم ولكنه هيستخدم، يبقى هنخليها يوزد بالاي دي. تمام. طيب صفحة 115 عاوزني اعمل دايرة على الكلمة الصحيحة، يعني يا ترى هي سويس كانال ولا سويس ريفر؟ طبعا سويس كانال. يا ترى هي تورست ولا توريزم؟ طبعا هو بيتكلم هنا على السياحه ككل، مش على سائح واحد، يبقى هتبقى توريزم. تمام. وشوت كلين، لازم ننظف النهر علشان هو بليوتد ولا بليوشن؟ طبعا هتبقى بليوتد، ده ممكن يجي في سؤال تصحيح الخطا عشان ابقى عارف. وي نيد مور رين، احنا عايزين مطر اكتر، او مايت بي، طالما في مطر يبقى ممكن يبقى ايه، لو مفيش مطر، لو مفيش مطر ممكن يبقى دروت، اللي هو الجفاف. هنا بقى بيقول لي كمل الجمل دي بصيغه مقارنه او از، فهنا قال لي انا هو شاف از الاولى فراح مكمل بايه، باز الثانيه. هنا بيقول الكسندريا از نوت از بيج از، مثلا هات اي قريه تاني او اي مثلا مدينه،
يبقى احنا لازم نكمل بآز، بعدين نجيب اي حاجة، مثلا نقول له ايه آز كايرو، على سن الاسكندرية اكبر من كايرو، تمام. طيب بعدين بيقول لي usually Egypt is usually hotter than a lot hotter، يبقى لازم نقول than، مصر اسخن من ايه بقى، نقول له مثلا than مثلا اي بلد، وليكن مثلا هو هنا بيتكلم على ايجيبت، يبقى لازم نقارنها بدولة تاني. فممكن ناخد على سبيل المثال انجلاند اللي هي انجلترا، على اساس ان دي بعيد عن خط الاستواء، يبقى دي ايه كلها تلج، او ايشا اسيا او روسيا اي بلد يعني. ماي براذر او ماي سيستر از از نقط، طبعا هنعمل مقارنة، هنقول مثلا از طول از مي، اي حاجة بقى، طول از مي، اخويا طويل زيي. اور تيتشر الاستاذ بتاعنا سبيكس بيتر ذان، بيتكلم افضل من، او ممكن اقول سبيكس بيتر انجلش ذان، يعني براحتك، بيتكلم افضل من، ممكن اقول مي او اس، بيتكلم افضل مننا يعني، تمام، ذان اس، ماشي. هنا بقى تشوز، بيقول لي بقى which of these towns، ايه من المدن دي يقع في الشمال الغربي لساحل مصر، طبعا اختار سيدي باريوني. بعدين what is often polluted by plastic bottles، اللي ممكن يتلوث بالازايز دي، اكيد الووتر، الميه، لان الهواء مش هيتلوث بالازايز. what is sometimes damaged by boots، اللي ممكن يتدمر بواسطه البوتس، الكورال ريفز ولا الهوتيلز ولا التوريزم، طبعا الكورال ريفز اللي هي الشعب المرجانية هي اللي ممكن تتلف بواسطة القوارب. which of this is not a green form of transport، السيلينج ولا الريساي ولا السايكلينج ولا الدرايفنج، لا الدرايفنج دي اللي هي مش جرين لانها مش ملائمة للبيئة، لكن الاتنين دول ملائمين للبيئة. هنا بقى بيقول لي سبورتس از واتش، هنخليها از واتشد علشان الرياضه مش هتشوف ولكنها هتتشاف. الفيش اللي احنا اكلناه ار كاتشنج، لا ما بيصطادش، يبقى اركوت هتبقى التصريف الثالث منها علشان هو بيصطاد، تمام. ذا بيراميدز از فيزيتد، لا البيراميدز جمع، يبقى مش هتنفع از معاها، لازم ار. محمد صلاح نون، محمد صلاح لازم ياخد از قبل التصريف الثالث، از نون معروف بيه كذا، تمام. هنا بقى عايزك تكتب عن مدينتك وتقع فين وليه بتتزار وكده يعني، تمام. طيب كده وصلنا لنهاية الوحدة، لو في اي سؤال اكتبولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.